بيكو في مطبخ زوزو هانم لوصفات الكيتو واللو كارب. النهاردة ان شاء الله عندنا وصفة للغدا، وصفة سهلة وسريعة، يعني في يوم لما تكوني مشغولة مش قادرة تقفي في المطبخ تعملي اكل كتير، عندك الوصفة دي سهلة جدا ما بتاخدش وقت طويل. هي عبارة عن الفراخ بالزبدة، ممكن تعملي جنبها سلطة افوكادو، سلطة خضراء، اصبحت وجبة متكاملة ووجبة مناسبة جدا للكيتو. المقادير عندنا: اول حاجة نص كوباية شوربة، ونص كوباية كريمة، ربع كوباية صلصة، بصلاية صغيرة 100 جرام او نص بصلاية كبيرة، 3 فصوص ثوم، وهنا انا عاملة 400 جرام فراخ صدور لان الوجبة دي هياكلوها 3، وعندي هنا كاري وكركم وبابريكا وملح وفلفل اسود وكمون وجنزبيل. بجيب الفراخ بتاعتي وابتدي اتبلها، بحط عليها التوابل كلها قبل الاكل ممكن بنص ساعة، وبحط عليها التوابل واقلبها كويس جدا واسيبها في التوابل من نص ساعة لساعة بالكتير. بعد كده بسيب الفراخ احطها على جنب وابتدي اروح علشان خاطر اجهز ان انا احط الاكل على النار. هنا جبت الطاسة وحطيتها على النار تسخن، هحط فيها 3 معالق زبدة لان انا عاملة 400 جرام صدور فراخ. استنى لما الزبدة بتاعتي تسيح وتبتدي تسخن في الطاسة. بعد كده بحط اول حاجة البصل، بحط البصل واقلبه، بعدين بعد كده بضيف الثوم. البصل انا مش عايزاه يتحمر ولكن انا عايزاه يدبل يبقى طري او لين زي ما بنقول. هنا هضيف الثوم، طبعا بضيف الثوم بعد البصل علشان خاطر الثوم ما يتحرقش. بعد كده ببتدي اقلب الثوم والبصل مع بعض، تطلع طبعا الريحة، الثوم مع البصل بيعمل ريحة جميلة جدا. الاكلة دي في الاصل هي اكلة هندي، وفي كتير من الاكلات الهندي مناسبة للكيتو. هنا بعد كده حطيت الفراخ وببتدي افكها لان غالبا قطع الفراخ بتكون ماسكة في بعضها، ببتدي افكها علشان خاطر اقلبها وتتحمر كلها كويس جدا في الزبدة مع البصل بتاعي علشان خاطر تاخد من طعم البصل والثوم كويس جدا. لازم تفكيها كويس وتقعدي تقلبيها لغاية لما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي احنا شايفينه قدامنا. تقعدي تقلبي فيها تقريبا حوالي 5 دقايق على النار، بتكون تقريبا بقت نص سوا. بعد كده هضيفي على الفراخ الشوربة بتاعتك، نص كوباية الشوربة اللي احنا قلنا عليها، ده بيعمل لك صوص في الاكل. لو انت مش عايزة الاكل يكون فيه صوص كتير تقدري تقللي الشوربة دي شوية. بعد كده بضيف الكريمة وببتدي اقلب الخليط بتاعي، اقلبه كويس جدا لغاية ما يتجانس ويبتدي يغلي. لما الخليط بتاعي يبتدي يغلي بهدي النار شوية وبجيب غطا بحطه عليه وبسيبه يغلي تقريبا 10 دقايق، ممكن كل شوية تقلبيه. في خلال العشر دقايق بيكون تقريبا استوى. بعد كده بجيب ربع كوباية الصلصة بتاعتي وبضيفها
على الخليط ده وبرجع اقلبها كويس جدا. بسيبها بعد كده على النار تقريبا من دقيقة لدقيقتين تغلي على النار مع الصلصة، وبعد كده بتكون استوت. بطفي عليها وبجهزها علشان خاطر احطها في طبق التقديم. بكده الوصفة بتاعتنا النهاردة انتهت. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير. وهنا هنشوف دلوقتي الكالوريز اللي موجودة في الوصفة دي. هنا للفرد الواحد 603 كالوري وحوالي 12.5 جرام كاربس، وده بيمثل 9% من الأكلة. شكرا ليكم ولمتابعتكم لقناة زوزو هانم لوصفات الكيتو واللوكر، ونتقابل إن شاء الله قريب في وصفة جديدة.